السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم سارة مصطفى من مطبخي. النهاردة ان شاء الله هنعمل حاجة بسيطة جدا وسهلة جدا، حتى لو حد قاعد لوحده هيعملها سهلة جدا وبسيطة. مكرونة سهلة جدا جدا جدا. وقبل ما ندخل بقى في المكونات والطريقة، هفكركم بقى بموضوع قنوات دعم القنوات. ان شاء الله هنزل 20 قناة دلوقتي. مش عايزة بقى اوصيكم بجد يا حبايبي، ان شاء الله تدخلوا كلكم تدعموهم وهم كمان هيدعموكم، وان شاء الله هنقف جنب بعض والقنوات ان شاء الله تكبر، واللي محققتش الشروط هتحقق الشروط، وكلنا ان شاء الله هنتبسط ونفرح ان شاء الله بإذن الله. وعايزة بقى اوصيكم على حاجة مهمة جدا. انا يا جماعة لما بدخل، بجد ما بدخل بدعم حد، بدوس اول حاجة بعد كام ثانية كده بدوس على اللايك. انا زعلانه منكم جدا، مفيش حد بيدوس لايك خالص. انتوا عارفين اللايك ده مهم جدا جدا جدا. والله انا لما بدخل بدوس لايك على طول، قبل ما بص، قبل اي حاجه بعد 10 ثواني بدوس لايك. ده مهم جدا. حتى انا كمان بكتب لكم في الكومنت البصمه كذا يعني. فياريت ياريت ياريت تفتكروا اللايك. طبعا هفكركم انا بعمل الدعم ده لوجه الله، لان انا مريت بحاجات كتير قوي وقابلت ناس عايزة اعلانات وعايزة فلوس على المنتدى وعايزة فلوس على تحطني 30 ثانية في الفيديو وحاجات كده. فان شاء الله بإذن الله كلنا ان شاء الله هنتبسط وهنفرح. ويلا بقى ندخل على المكونات بسرعة. معايا بقى حل على النار، وهنزل بمعلقتين من الزيت، وهنزل على طول بالمكرونة، اي نوع مكرونة. انا بحب المكرونة الاقلام جدا. وهنزل بقى بعد كده فلفل الوان، فلفل اخضر رومي طبعا، عايزين تضيفوا فلفل حار مفيش مشكلة. وهنزل بطماطم متقطعة مكعبات كده صغيرة، وهنزل ببصلاية كبيرة متقطعة برضو قطع صغيرة، وبمعلقتين صلصة بالشكل الجميل ده. والمكرونة بتحب ايه؟ الكزبرة. هحط معلقة كبيرة كزبرة، وهنزل بعد كده بالملح، وعلى طول هنزل بمية سخنة، لازم طبعا تكون مغلية. بصوا اصلا ما شاء الله شكلها خلاص كده هي غليت. هحط بقى مكعب ماجي وهقلب بس تقليبة واحدة، وهغطيها لمدة 5 دقايق. بصوا خلاص كده ما شاء الله خلصت. بصوا شكلها حلو جدا وشهية جدا وسريعة، ما شاء الله جميلة جدا، هتعجبكم قوي قوي قوي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.